السلام عليكم احبابي حباباتي، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندي في فيديو تاع نهار اليوم. الفيديو تاع نهار اليوم هو عباره على لابيرين تاع البطاطا والزروديه ولا السناريه ولا كل واحد كيفاش يسميها خالتي خواتاتي. نفوتو ديريكتومون واش نحتاجو في تحضير هذه الوصفه السهله وهي سريعه التجهيز خالتي خواتاتي، ما تشدش معاكم بزاف الوقت. نفوتو ديريكتومون واش نحتاجو في هذه الوصفه. اول حاجه نحتاجوها خاوتي خواتاتي في هذه الوصفه هي المرقاز. ناخذ المرقاز على حسب العائله نتاعكم خاوتي خواتاتي. اللي العائله نتاعو كبيره ياخذ 1 كيلو، اللي العائله نتاعو صغيره ياخذ 500 غرام 500 غرام تكفي في هذه الوصفه اللذيذه. نحتاجو ثاني 5 حبات بطاطا، 3 حبات سناريه، 2 حبات طماطم، 3 سنات ثوم، شويه نتاع طوماط سوريز. نحتاجو 2 ورقات رند، مغرف صغيرة نتاع ملح، نص مغرف صغيرة فلفل الكحل، نص مغرف صغيرة نتاع الكمون، ونصف مغرف صغيرة نتاع فلفل عكري. هذا هو واش نحتاجو خاوتي خواتاتي. نفوتو مباشرة لطريقة التحضير. نشدو البطاطا نقطعوها إلى مكعبات صغيرة خاوتي خواتاتي كيما راكم تشوفو هكذا، مكعبات صغيرة. نشدو الزروديه ولا السناريه ثاني نقطعوها الى مكعبات صغيره كيما راكم تشوفوا هكذا خاوتي. نشدو مرميطه كبيره كيما هكذا، نلوحو فيها البطاطا هذيك، ونزيدو نلوحو فيها السناريه هذيك كيما راكم تشوفوا خاوتي اخواتاتي. نلوحو عليها شويه تاع ملح، نزيدو نلوحو عليها الماء هكذا، ونلوحوها ديراكتومون تغلي فوق النار حتى نطيب. ديراكتومون خاوتي خواتاتي نوجدو لاصوص نتاعنا. نلوحو المرميطه تاعنا تسخن، بعد ما سخنت نلوحو المرقاس هذاك ديراكتومون فوق الكوطه هذيكا هكذا خاوتي خواتاتي. نفكر انا بدي في المرقاس هذاكا، نخليو غير يسخن شويه، نخليو غير يسخن شي شويه يبدا يتخلى. خاوتي خواتاتي يتخلى دي مينيت كيما راكم تشوفو هكذا، يتخلى غير دي مينيت، كل هكذا ديروا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نتقبوه، من بعد نتقبوه كيما راكم تشوفوا. نتاعو كيف هذيك نتاعو هكذا، الكيس نتاعو هذا خاوتي خواتاتي نحيوه كيما راكم تشوفوا هكذا. بعد ما نحينا المرقاز هذاك خاوتي بقات غير لاصوص نتاعو هذيك كيما راكم تشوفو هكذا، الزيت هذيك نتاعو. نلوحو عليه مباشرة الطماطم كيما راكم تشوفو هذيك اللي قطعناها، بعد ما قطعناها ونقيناها ونحينا لها القشرة هذيك نتاعها، زدنا كرفجنا عليها الثوم، نلوحوها ديراكتومون في الزيت هذاك نتاع المرقاز كيما راكم تشوفو هكذا، ونخليوها تتقلى 5 دقائق 5 دقائق مع الزيت هذاك نتاع المرقاز. الريحه مع الزيت هذاك نتاع المرقاز. زيدوا عليها مغرف كبيره طماطم نتاع المعجون ونخليوها تقلى. بعد ما تقلات خاوتي خواتاتي كيما راكم تشوفوا هكذا، نلوحوا عليها 2 ورقات رند، ملح فلفل الكحل وفلفل عكري وشويه كمون هكذا هكذا، ونخلطوا مليح، ونزيدوا نلوحها عليها المرقاز هذاك كما راكم تشوفوا. بعد ما قطعتو نلوحو عليها ديراكتومون المرقاز هذاكا ونخليوها تقلى شويه. بعد ما تقلت هكذا خاوتي خواتاتي الريحه ما شهيتكم فيها، بعد ما تقلت هكذا نروحو مباشره لاصوص نتاع الزروديه والبطاطا هذيكا، نهزو منها شويه هكذا كما راكم تشوفوا خاوتي خواتاتي، ونلوحوها مباشره على لاصوص هذيكا، نلوحوها مباشرة على لاصوص هذيكا كيما راكم تشوفو، كيما راكم تشوفو خاوتي خواتاتي،
نقطعوها مباشره كيما راكم تشوفوا خاوتي هكذا، ومن بعد نلوحوا عليها طوماط سوريز اللي قطعناها على زوج، ومن بعد نخليوها تعقد، نقفلوا عليها ونخليوها تعقد، نقفلوا عليها خاوتي اخواتاتي هكذا ونخليوها تعقد، ونروحوا مباشره نوجدوا لا بيغي نتاعنا. كيما راكم تشوفوا خاوتي اخواتاتي، بعد ما طابت البطاطا والزروطي هذيك نمعسوها مليح بالواحد تاعنا كيما راكم تشوفوا، نمعسوها مليح هكذا باش تتهرس البطاطا هذيك، باش نديروا شويه ابيغي كيما راكم تشوفوا. بعد ما لحيناها خوتي خواتاتي كيما راكم تشوفوا هكذا، نزيدوا عليها مرسون تاع الزبده، مرسون تاع الزبده كيما هكذا هكذا، نخليها تذوب مليح لداخل، وشويه فلفل الكحل، نزيدوا عليها شويه فلفل الكحل، ونخلطوا مليح ونتوجهوا مباشره، نخلطوها مليح ونتوجهوا مباشره الى صحن التقديم. هاي لاصوص تاعنا بعد ما طابت خاوتي خواتاتي كما راكم تشوفوا، الريحه ما نقولكمش، شوفوا كي جات تهي. نحطوها مباشره على البيغي تاعنا كما راكم تشوفوا خاوتي خواتاتي. الطبق تاعنا تاع نهار اليوم راه وجد كما راكم تشوفوا خاوتي خواتاتي، تجي اكله صيفيه وخفيفه وتجي لذيذه لذيذه لذيذه، يحبوها الصغار صدقوني انها تجي لذيذه لذيذه لدرجه ما تصوروهاش. كيما راكم تشوفوا نقرب لكم الكاميرا، لذيذه لدرجه ما تصوروهاش خوتي خواتاتي، وجربوها وما تنساوش ابوني وديروا بارطاج وكومونتير اذا بغيتوا، وديروا جيم، وشكرا لكم خوتي خواتاتي بزاف، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.